ما هي المقومات التي تملكونها الآن كدول عربية وأنت زعيم عربي لمقاومة نعم إسرائيل؟ نملك كل شيء، نحن نملك، عندنا إمكانيات، عندنا، أنا عندي ثروة وهو الرجال، أنا أستطيع أرسل مقاتلين، أرسل وأرسلهم مزودين بأسلحتهم، مش بالمئات، بالآلاف، بالآلاف، وذلك دفاعا عن المقدسات وإعانة للشعب العربي الفلسطيني. ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟ ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟ ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟